divide and conquer. لأن divide and conquer هو الألغوريثم التركيبي المستخدم للدرس. شو يعني divide and conquer؟ تقسيم. أوكي. طيب نقسم الانبوت او المساله اللي بدنا نحلها نقسمها الى اقسام او سب بروبلمز. يعني في عندنا بروبلم مساله كثير بدنا نحلها نقسمها لسب بروبلمز مسائل جزئيه. المساله الكبيره بدنا نقسمها ل سب بروبلمز بعدين بعدين لحد امتى بنضل نقسم يعني قسمنا سب بروبلم سب بروبلم سب بروبلم بدنا نقسم لحد ما نوصل ايه؟ لحد ما نوصل ان جنرال هلا اوكي في السورتنج صحيح او اللي حكيناها المره اللي فاتت انه رح نوصل لمرحله انها اوريدي سورتد لكن ان جنرال بنقول انه بنضلنا نجزئها لحد ما نوصل لحجم حل سهل يعني ديفايد اند كونكر يعني ضل قسم لحد ما تقدر تتفوق على المسألة أو تقهرها يعني. فحتى تقهرها بدك توصل لحجم صغير إنك سهل جدا إنك تحله. يعني مثلا على سبيل المثال في السورتينج الأسهل شيء إنك تضلك تستخدم فيها لحد ما توصل لصفر أي حجمها واحد. أي ساعتها بتكون جاهزة سورتينج جاهزة. لكن برضه ممكن يعني إنك تضلك تجزئها لحد ما توصل لصفر أي حجمها اثنين. إذا وصلت لصفر أي حجمها اثنين شو لازم تعمل هون؟ كيف نعمل سورتنج للصف اريح حجم 2؟ يعني اذا وصلتها لاريح حجم 2 راح تكون 5 و2 مثلا. سورتنج الاري وذ سايز 2 برضه سهل يعني هو اصعب شويه من سورتنج الاري اللي حجمها 1، اللي حجمها 1 مش محتاج لها سورتنج، لكن اللي حجمها 2 ايش بدك تعمل؟ بس عمليه مقارنه، اذا طلعوا معكوسين بس بتعمل سواب تعكس، اذا هي يعني اصعب شويه صغيره. فانت عاده يعني الجنرال ديفايد اند كونكر بتضلك تزغر في المساله لحد ما توصل لحجم صغير يمكن حله بسهوله. الان بعد ما تقسمها لمسائل صغيره بتبدا تجمع حلول المسائل الصغيره حتى تبني حل للمساله الكبيره. هاي هي الفكره تبعت الديفايد اند كونكر ان جنرال اللي طبقناها على السورتنج وعملنا الميرج سورت. الان هذه الفكره فكره التجزئه هي اللي مكنتنا في الميرسو من اننا نعمل سورتنج من غير ما نضطر ان نقارن كل ايتمز في الانبوت بكل الايتمز الثانيين زي ما حكينا من غير ما نعمل دوري بيناتهم كله يتقارن الكل ما احتجنا لان نعمل ان في ان ماينس 1 على 2 من المقارنات زي ما كنا نعمل ب درسناهم بالداتا ستراكشرز كله السلكشن والانسرشن والبابل كلهم اذا ورست كيس رح نقارن كله بكله لا الميرج سورت عمرنا ما بنوصل لهي المرحله بسبب عمليه التقسيم اللي استفدنا فيها من خاصيه التعدي بين الارقام انه مش ضروري تقارن كل الارقام مع بعض بشكل مباشر حكينا زي ما حكينا عن الميرج سورت يعني لو جينا نمثل الميرج سورت خلينا نحكي الميرج سورت ممكن ارجع احسب الكود طبعا هو راح ياخذ اري و بي وار هاي اي هي الاري بي هي وين بتبدا وار من وين بتنتهي اذا كانت البي تساوي الار او ممكن نكتب ان جنرال اكبر من او تساوي الار راح تكون السايز اصغر من او تساوي واحد ريتيرن ايلس بدك تعمل ميرج سورت قبل ما تعمل ايش بدك تسوي كيو بدك تقسمها نصين كيو تساوي بي زائد ار على 2 بعدين بدك تنادي الميرج سورت ل الاي والبي والكيو وميرج سورت لا ال A plus 1 وال R بعدين بدك تدمجهم اللي هو الفانكشن اللي كتبناه باخر المحاضره اللي فاتت اللي بيعمل عمليه الدمج و R وبس هاي الميرج سورت هلا لو جينا نقارن
search recursively. على أساس إنه divide and conquer. طبعاً هو واضح إنه divide and conquer algorithm. لأنه أنت يعني فكرة binary search إنك بتقسم المسألة لمسألتين. بس إيش الفرق الأساسي الآن بين binary search وmerge sort؟ بترجعهم للسورة. إنه أوكي مفترضين input sorted. لما حكينا مين حكى كومباين؟ ايش المقصود يعني؟ اذا ما في تجميع يعني انت بالباينري سيرش بتقسم المساله لنصين بتشتغل على نص النص الثاني بتهدمه ما بتشتغل عليه وهكذا بتضلك تجزئها لنصين نص بتشتغل عليه والنص الثاني بتهدمه بعد لو جينا مثلنا الميرج سورت هيك هي مساله حجمها كم؟ راح نقسمها ل n على 2 وبعدين n على 4 n على 4 n على 4 n على 4 وبدك تجزئ فيها لحد ما توصل لسايز 1 الباينري سيرش راح يكون هيك جزئتها ل n بعدين راح يكون في عندك n على 2 1 بعدين n على 4 ماشي بعدين بتوصل ل الواحد او الزيرو طبعا يعني ممكن تنتهي بواحد ممكن تنتهي بزيرو في الباينري سيرش امتى بتنتهي بزيرو؟ اذا ما لقيت اذا ما لقيت طيب انا كيف بدي اكتب الكود تبع الباينري سيرش شو؟ بيس كيس ايش البيس كيس؟ نفس بصير الخطا مش الواحد في عندي حاله انه ما لقوش ليش ما نعالج حالة اللي ما نلاقيهوش اللي هي ايش بتكون؟ ايش العلاقة بين بي و ار؟ اكبر بي اكبر بالضبط انت فكر فيها كالتالي هاي عندك بي و ار انت بتضلك تزغلل فيهم هاي بي و ار بقربوا على بعض هاي اللي راح تتكرر معانا كثير فلما يوصل عندك بالاخر انه البي تساوي الار هذول البي والار في النص الثالث بقربوا على بعض لما يصيروا قد بعض يكون عندك السايز كم؟ واحد يعني لما تنعكس الآية تصير الآر هي الصغيرة والبي هي الكبيرة يعني تصير الآر هون والبي هون ينعكسوا صارت واحد صار السايز يساوي إذا هون إذا كانت مين؟ بي أكبر من الآر ريتيرن طبعا احنا بدنا نعرف الباينري سيرش على اساس انه راح يرجع الاندكس يعني اذا لقي الايتم راح يرجع الاندكس تبعه اذا ما لقيه راح يرجع ماينس 1 من هنا if found of key is found return its index else return minus 1 طيب الآن عندك حالة إنه الحالة العادية إني بدي أشوف نقطة المنتصف برضو Q تساوي P زائد R على 2 هاي عندنا نقطة المنتصف بعدين شو بدي أعمل؟ قارن بالضبط بدي أقارن إف الكي يساوي الـ A of Q معناته إيش لقيت؟ معناته ريتيرن Q ممتاز إذا لقيناه رجعنا الإندكس تبعه طلع مش هو اللي بالنص نروح يا لفوق يا لتحت حسب العلاقه بين الكي والاي اوف كيو اذا كانت الكي اصغر من الاي اوف كيو اوكي هاي عندك البي والار اوكي ارسم رسم لا تحفظ حفظ عندك هاي بي وار وهي الكيو بالنص واحنا قلنا انه الكي تبعنا الكي طلع اصغر من الاي اوف كيو اذا لازم نبحث في الجزء هذا اللي هو من وين لوين؟ من بي لكيو ماينس 1، الكيو خلاص ما قارنا فيه. إذا إذا طلعت الكي تبعتي أصغر من الكيو، بدي أقارن بالجزء اللي على الشمال اللي هو من بي إلى كيو ماينس 1. لما تحفظ حفظ ارسم رسمة زي هيك. إذا كان الكي أصغر من الـ A of Q بدي أيوه بالضبط، إحنا بنحكي ريكيرجن الآن. بدنا نحكي ريتيرن باينري سيرش of A, B,
بلس 1 الى ار والكي. هاي الباينرز. هلا لو جينا نطلع على كيف الشكل تبع الميرج سورت والشكل تبع الباينري سيرت، هلا مين بنفذ العمليات اكثر قاعد؟ الميرج سورت، لانه قاعد اولا بيشتغل على الجهتين. هلا ثانيا احنا قلنا انه لما حللنا الميرج سورت قلنا بدنا نعد عدد الليفلز، هاو ماني ليفلز وي هاف، حكينا انه عدد الليفلز كم؟ لوك ان. حكينا انه عدد الليفلز هو لوك ان، طبعا الاساس اثنين. اوكي هون عدد الليفلز، او خلينا حتى نكون دقيقين، ثيتا هون لوك ان، يعني حتى نتخلص من شغله زائد واحد وناقص واحد، هي ما بتعنينا الالجوريثم اناليسيس. هاي رح تكون ثيتا او لوك ان، وهي كم رح تكون برضه؟ برضه ثيتا او لوك ان. اذا لاحظ انه عدد الليفلز للتنين زي بعض، هذا عدد الليفلز حكينا ايش بنسميه؟ ايش هو الاسم الثاني؟ ريكيرجن دبث، اللي هو العمق تبع الريكيرجن، يعني قديش الريكيرجن تبعك بيكون عميق. اوكي؟ اذا النمبر اوف ليفلز او الريكيرجن دبث. هون النمبر هذا مفهوم النمبر اوف ليفلز الشباب رح يعني يهمنا كثير او بستعمله كثير في تحليل الديفايد اند كونكر الجوريزم. نمبر اوف ليفلز او الريكيرجن ديبث. هلا لو جينا نتطلع، يعني احنا بنقول انه الرانينج تايم تبع الالجوريزم هو عباره عن عدد الليفلز زائد او مضروب في عدد الاوبريشنز اللي بننفذهم على الليفل الواحد، في الليفل الواحد. هلا هون عدد الاوبريشنز في الميرج سورت ايش هو؟ ثيتا اوف ان، لانه انت بتعمل ثيتا اوف ان طبعا وين موجوده في الكود؟ هاي ثيتا اوف ان اللي هي في عمليه الميرج. هلا في الفاينل سيرش لاحظ اولا ما فيش عندك عمليه ميرج، ما في دمج. الشيء الوحيد اللي عملته انك قسمت. هلا عملية التقسيم قديش بتاخذ وقت؟ كونستنت. بتاخذ كونستنت. انت ما يعني حتى قسمته لجزئين، حتى حسبت الكيو هاي، ما عملت سكانينج للاري كلها، ما لفيت على كل الايتمز اللي فيها، مجرد حسبت عملية حسابية واحدة. الكيو جمعت بي زائد ار على اثنين حسبتها، هاي عملية ثيتا اوف 1. زيها زي هون طبعا. ثيتا اوف 1. هلا في الديفايد اند كونكر، اي ديفايد اند كونكر الجوريثم نقدر نقول انه لازم يكون في عمليه ديفايد اللي هي هون، هاي عمليه التقسيم، هاي ديفايد، وممكن يكون في عمليه كومباين او ميرج، عمليه التجميع القطع الصغيره. فلاحظوا عمليه الكومباين او الميرج موجوده في الميرج سور بس مش موجودة في الباينري سيرش، فهي العملية بنسميها الكومباين أو الميرج، كومباين ميرج إلى الآخر. هلا قبل ما نكتب معادلات بدنا نحاول إنه انتويتيفلي نشوف يعني كيف ممكن نحلل الميرج سورت وكيف ممكن نحلل الباينري سيرش. الميرج سورت انت عندك لوج ان من الليفلز، وكل ليفل بنفذ فيه ثيتا اوف ان من العمليات. الثيتا اوف ان هاي جاي من عمليه ايش؟ من عمليه الكومباين. فراح يكون الرننج تايم ايش؟ نحطها تايم راح يساوي ثيتا اوف ان لوج ان. بينما بالنسبه للباينري سيرش نفس عدد الليفلز، لكن عدد العمليات اللي بنفذها على الليفل الواحد ايش؟ واحد ثيتا اوف 1 يعني كونستنت، يعني هون راح ايش؟ ثيتا اوف لوج ان هي طبعا ثيتا، لا سوري هاي مضبوط هاي الدبث، اذا هذا ثيتا اوف لوج ان هو الدبث، الدبث يساوي ثيتا اوف لوج ان، والرننج تايم يساوي ثيتا اوف ان لوج ان.
final search إذا running time يعني راح يساوي theta of log n ضرب theta of 1 ويساوي theta of log n. ماشي. إذا هذا n log n وهذا log n. طيب هلا قبل ما ننتقل للمعادلات بس نتأكد على شغلة إنه لما تيجي تحلل الالجوريثم بشكل عام بدك يعني تفكر يعني تفكير منطقي بأي جواب بتحطه. يعني في الامتحانات عادة إلا ما يكون في دائما يعني أجوبة غير منطقية. يعني كثير مثلا بيكون السؤال عن السيرش نسأل شو راني طالب تبع سيرش الالجوريثم وبيجي طالب ممكن بكل بساطة يحكي لك ثيتا أو إن لوك. هلا كيف السيرش بده يكون إن لوك إن؟ يعني أنت لازم اللي لازم نعرفه إنه عملية السيرش إحنا فيش عندنا يا إما لينير سيرش راح يكون ثيتا أو إن أو باي إن. يعني إذا كان السيرشنج ألجوريثم السريع اللي هو باينري راح يكون لوج ان، واذا كان لينير راح يكون ثيتا او. بينما السورتنج عندنا يا اما ان لوج ان اذا كان زي الميرج سور او ان سكوير. ماشي. هلا هذا هو يعني الرينج تبع الاسعار، يعني اسعار السيرش تتراوح من لوج ان لان والسورتنج من ان لوج ان لان سكوير. اي شيء بدك تحطه بده يكون في الرينج المنطقي. السيرش يعني بدك تمر على الاري كله، مستحيل السيرش يعني تكون الامور اسوء من انك تمر على كل ايتم في الاري مره واحده. ما في اسوء من هيك. عفوا اللي هو الثيتا او الثاني. بينما الفاينل سيرش هو اللي بيستخدم الديفايد اند كونكر حتى ما يمرش على الاري كلها، اذا كانت طبعا على شرط انه الاري ايش؟ صار. السورتي بتراوح من ان لوج ان الى ان سكوير. ان سكوير هو الالجوريثم اللي ان ذا ورست كيس بيقارن كل الايتمز ببعض، بينما الان لوج ان زي الميرج سور بيستخدم الديفايد اند كونكر تكنيك انه ما يضطرش انه يقارن كل الايتمز ببعض بشكل مباشر. فبس يعني بحب دائما اكد عليها حتى لما يعني تجاوب اي جواب في الامتحان يكون جوابك منطقي على الاقل، انه هل جوابي منطقي ولا مش منطقي، يكون ضمن الرينج المعقول، يعني عارف الرينج منطقي ولا مش منطقي. طيب الان على كيف الجنرال احنا بنحلل الرننج تايم لاي ديفايد اند كونكر الجوريثم. لو كانت كل ديفايد اند كونكر الجوريثم بالبساطه هاي ببساطه الميرج سورت والباينري سيرش هاي الامور سهله، يعني بنعمل يعني تحليل بسيط زي هيك بتظبط. لكن ان جنرال الديفايد اند كونكر الجوريثمز ممكن تكون اعقد من هيك، فمحتاجين لطريقه عامه لتحليل اي الجوريثم بيستخدم الديفايد اند كونكر. الطريقه العامه هاي بتقوم على انك تكتب معادله رياضيه بتمثل الرننج تايم تبع الالجوريثم، بنسميها ريكرنس. المعادله هاي بنسميها ريكارنس او ريكارنس ايكويشن. طبعا عاده بتخش كلمه ايكويشن يعني ريكارنس. هذا ريكارنس معناتها ماثماتيكلي ريكارنس ايكويشن يعني ايش؟ ما مر معك ريكارنس انه ايه؟ يعني بتعرف ايش الدلاله بنفسه. الايكويشن اللي فيها ريكارنس بتعرف الشيء بدلاله نفسه. طبعا هي يعني الكونسبت تبع الريكرنس ايكويشن منسجم مع الكونسبت تبع الريكرشن اللي هو الفانكشن بينادي نفسه. هلا حكينا ليش الفانكشن بينادي نفسه في الديفايد اند كونكر، انا بقسم المساله الكبيره لمسائل صغيره وبرجع بنادي نفس الفانكشن حتى يحمل لي المسائل الصغيره. هلا كيف هاي الريكرنس ايكويشن؟ شو الريكرنس ايكويشن تبع الميرج؟ خلينا نحكي ريكرنس ايكويشن فور ف
for Mersol. كيف نكتب هاي المعادلة في Mersol؟ في Mersol بنقول إنه لو فرضنا إنه الرننج تايم تبع الألغوريثم كله سميناه T of N. T of N يعني هو الزمن اللازم لحل مسألة حجمها N. أو الزمن اللازم لأنه Mersol تحل مسألة حجمها N. ليش بنقول؟ إنه أوكي هاي العملية هي عملية الديفايد باوث الثيتا والفاي ما اختلفناش. هلا هاي كم تاخذ؟ هاي العملية ميرج سورت ل النص اللي على الشمال مش كم؟ اوكي؟ ايوه تي او بين اوفر تو بالضبط. يعني هاي هي الفكرة الأساسية في الريكارنس ايكويشن. إنه إذا أنا فرضت إنه الرننج تايم تبع الميرج سورت هو تي او بين لحل مسألة حجمها N، فالرننج تايم لحل مسألة حجمها N على 2 هو تي او بين على 2. نفس الشيء هاي راح تكون برضه T of N على 2. فأنا باش أقول إنه الـ running time تبع المسألة حجمها N يساوي الـ running time أو theta of N زائد T of N على 2 زائد T of N على 2 زائد ثيتا وبين. ايش اللي بحكي يعني بحكي انه حتى احل مساله حجمها N محتاج ايش اعمل؟ محتاج يعني اول شيء اعمل عمليه التقسيم الديفايد راح تكلفني ثيتا اوف 1 لان الثيتا اوف 1 هاي جايه من الديفايد زائد بدي انادي نفسي مرتين كل مره راح تكلفني تي او بين على 2 يعني الزمن اللازم لحل مسألة يعني كل اللي عملته للمسألة الكبيرة بعمله للمسألة الصغيرة تي او بين على 2 إذا هاي يعني جاية من الريكيرجن والثيتا او بين هاي جاية من وين؟ من الكومباين اوكي إذا هاي هي فكرة الـ recurrence equations. هلا هذا الحكي ممكن نبسطه نقول انه theta of 1 و theta of n شو بصير فيهم؟ theta of n theta of n بتجي عاملها constant رح تضلها theta of n. فإذا العملية هي عبارة عن 2t of n على 2 زائد theta of n أو هاي t of n يساوي هيك. هي تساوي هيك في كل الحالات ما عدا ايش؟ ما عدا بيست كيس مش البيست كيس الواحد ايوه بالضبط لما توصل للواحد لما توصل للبيس كيس يعني هو انت لما تفكر فيها رياضيا انا مجرد اني عرفت التعريف هذا تي اوف ان يساوي تي اوف ان على 2 هذا تعريف غير منتهي لازم حتى التعريف يكتمل لازم اعطي الباوندري كونديشنز لازم اعطي بالاخر يعني يكون معرف بشكل مباشر ما بصير يكون التعريف عندك بس انه الكبير معرف بدلاله الاصغر منه او الفانكشن معرف بدلاله نفسه هو بالضبط زي ما تيجي بالكود انت تكتب ريكرسيف فانكشن من غير بيس كيس نفس الشيء ماثماتيكلي نفس الكونسيبت انت حطيت لي معادله عرفت التي او ان بدلاله التي او ان على 2 طب ما هاي كل مرة تبدأ لازم يكون في نهاية إذا لازم يكون في تعريف للتي أو إن بشكل مباشر اللي هو هنا فور إن أكبر من الواحد بينما فور إن تساوي واحد راح يكون عندي التي أو إن يساوي كم؟ كونستنت يعني ممكن نسميه ثيتا أوف 1 أو ممكن نسميه ثيتا أوف 1 أو ممكن نسميه كونستنت سي إذا هون هذا هو التعريف طبعا هذه هي المعادلة احنا ما حللناهاش لاحظوا احنا بس كتبنا معادلة تصير كل مرة يعني ايش؟ تي او ان تصير كل كل ليفل لا هاي انت كتبت معادلة بتعبر عن الرننج تايم
هاي المعادله لو حللناها بتطلع قيمه تي او بن. يعني هذا المفروض هاي لو حللناها ايش يطلع الحل؟ احنا عارفين الحل المفروض يطلع حلها الموضوع. احنا يعني قلنا انه الميرج سورت سهل نسبيا، يعني الميرج سورت سهل لدرجه انه مش محتاج لمعادله. احنا ليش كتبنا المعادله؟ حتى نوضح بشكل عام كيف نتعامل مع اي ديفايد اند كونكر الجوريثم. تفضل. لانه لازم يكون في بيس كيس. البيس كيس هي لما يكون الحجم واحد. لما يكون الحجم واحد شو بقول البروسيسنج هون شو راح ينفذ؟ بلاش اكتبها ثيتا واحد، خلينا اكتبها سي. اوكي، خلينا اكتبها سي كونستنت، راح يكون هذا هو السي. السي هو الزمن اللي لازم لتنفيذ الجمله، يعني لما اوصل لحجم واحد بس راح انفذ السطر هذا، ما راح انفذ ولا شيء من هذا. ماشي؟ طيب هلا لو جينا بنفس المنطق مين بعطيني المعادله تبعت البايلز؟ فور بايلز شو المعادله؟ شو الريكرنس ايكويشن للبايلز؟ تي او ان يساوي ثيتا اوف 1. ثيتا اوف 1 ايوه يساوي ثيتا اوف 1 لا تي اوف ان على 2 زائد ايش؟ تي اوف ان على 2 بس صح زائد تي اوف ان على 2 او يعني حتى نكتبها بشكل مباشر انه تي اوف ان على 2 زائد ثيتا اوف ان. ماشي يعني ممكن تقول فور ان اكبر من 1 0. وإذا كانت الـ n أصغر من أو تساوي 1 راح يكون عندك constant c سميه c. ثيتا اوف 1 مش هينتهي. كيف؟ ثيتا. هاي ثيتا اوف 1. اوكي، إذا ثيتا اوف 1 من وين جاي؟ من الديفايد، ما في كومباينر. إذا هي جاية من الديفايد تايم، وهي ريكيرجن، هي جاية من الريكيرجن. إذا ما كتبنا المعادلات هاي هلا بدنا نحلها. مش بدنا نحطهم، لازم نحط شيء. هاي هون ثيتا اوف 1، هون في شيء. وين نروح؟ ما بنقدر نحط صفر. ما في ثيتا اوف 1 جمعناها مع ثيتا اوف 1 بس انا مش معها من ايش ما فيش غيرها. عندنا سؤال انه تي اوف 1 اوف 2 هاي مع كامل الريكيرجن صح؟ يعني حتى يخلص الريكيرجن. ايوه وهذيك لا بس الديفايد لا مش هيخلص الريكيرجن افري تايم. تي اوفر ان تي اوف ان اوفر 2 يعني زي كانك بتحكي هذا الزمن اللي لازم لحال مثلا حجمها 2 او حجم نص الحجم الاصلي عفوا وهي راح يكون في جواتها كل اللي كان موجود جوا هي جوا هاي يعني راح تفردها في جواتها لسه تتقسم للي اصغر منها وهكذا. هلا خلينا نشوف كيف احنا بشكل عام بنحل هاي المعادله. راح ندرس طريقتين، طريقه اولى اسمها ريكيرجن تري والطريقة الثانية اسمها الماستر ميثود. اليوم خلينا نبدأ بالريكيرجن تري. طبعاً هون على فكرة احنا كتبنا المعادلة بالشكل هذا بس عادة يعني احنا بنهمل هذا الجزء. لأنه يعني تقريباً كل الأمثلة اللي بتمر علينا بكون الرننج تايم كونستنت للبيس كيس والبيس كيس عادة بتكون n تساوي 1 حتى لو ما كانتش n تساوي 1 يعني حتى لو كانت n تساوي 2 او 3 او 4 راح يكون برضه كونستنت وما راح يفرق معانا بالاناليسيس. فعادة هاي يعني لما نكتب المعادلة عادة بنهمل حتى نشوف بنعرف يعني نعتبر انه يعني مفهوم ضمن. هلا عندي الريكرنس ايكويجن تي او
2 زائد ثيتا وبن او خلينا اكتبها سي ان. اوكي سي ان يعني كونستنت. خلينا ما دام انا عملتها سي خلينا اعرفها سي 1 حتى اميز الكونستنت اللي هو عن الكونستنت اللي هون. باعتبار انه سي كونستنت يعني ما باعتبار انه سي كونستنت ليش؟ سي كونستنت ان هي الفاريبل وسي هي كونستنت. طيب الان كيف فكره الريكيرجن؟ يعني باش موجود انه اذا كان عندي تي او ان نحطها تي او ان. طيب التي او ان انا لو عوضت محلها راح اعوض عنها بسي ان. هاي تعني تعويض راح اعوض عنها بسي ان زائد 2 تي او ان على 2 يعني راح يكون تي او ان على 2 وكمان تي او ان على 2. اذا الان هاي يعني تي او ان صرفتها بايش؟ سي ان زائد تي او ان على 2 وتي او ان على 2 مجموع هذول الثلاثه بعطيني تي او ان. طيب الان هاي نفس العمليه انا ممكن ارجع اكررها يعني الان ممكن ارجع اعوض على التي او ان على 2 بدلاله مين؟ ايوه تي او ان اوفر 4 بالضبط. الان انت عندك لو جينا نحط ان جنرال تي اوف اكس يساوي 2 تي اوف اكس على 2 زائد سي ان سي اكس. هلا 4 اكس تساوي ان على 2 نفرض انه الاكس هي ان على 2 راح يكون عندك تي اوف ان على 2 يساوي 2 تي اوف اكس على 2 اللي هي ان على 4 زائد ايش؟ سي اوف ان على 2 سي في اكس شو اكس ان على 2 سي ان على 2. اوكي اذا الان انت بتقول انه التي اوف ان على 2 بقدر اعوضها بدلاله تي اوف ان على 4. ايش معنى هذه المعادله؟ انه الزمن اللي لازم لحل مساله حجمها ان على 2 هو ضعف الزمن اللي لازم لحل مساله حجمها ان على 4 لاني راح انادي ان على 4 مرتين زائد الزمن اللي لازم للدمج. هذا المساله اللي حجمها ان على 2 دمجها راح يكون سي ان على 2 في عدد الخطوات اللازمه للدمج راح يكون سي ان على 2. اذا لو استخدمت هذا التعويض عن تي او ان على 2 راح يصير عندي التالي راح يصير عندي سي ان بعدين هاي تي او ان على 2 بعوض محلها سي ان على 2 و 2 تي اوف ان على 2 على 4 على 4 وهي 2 تي اوف ان على 4 اوف على اليمين نفس ونفس الشيء اللي على اليمين سي ان عفوا انا كتبت تي هي واحده بس كتبت اثنين لو بدنتين كل واحد حطيناها ببلاش هاي راح تكون تي اوف ان على 4 وهي كمان T of n على 4. طيب بس من وين جبنا الايكويشن اكس؟ على اي اساس؟ هي نفس المعادله الاصليه. يعني بس حطينا محل n اكس. يعني قاعد بقول لك انه T of الشيء يساوي 2 T of نص الشيء زائد C مضروبا في الشيء. هلا الشيء ممكن يكون n، ممكن يكون n على 2، ممكن يكون n على 4 وهكذا. سي مع 2. اي واحد؟ هاي سي ان على 2. صح بس ليش ضربت كتبت سي ان؟ طب معلش كود ليش؟ طب ليش كتبت سي ان برضه؟ لانه هذول اللي هو اجوا محل مين هذول؟ هذول محل تي اوف ان على بالضبط اذا السي ان وين بدها تروح؟ ليش هذول؟ هاي التي اوف ان على 2 صرفناها بهاي مظبوط؟ لا مظبوط مش هاي التي اوف ان على 2 حطينا محل هذا الحكي من هاي المعادله من هاي المعادلة عوضت لنا محل التي او ان على 2 هذا الحل والتي او ان على 2 الثاني عوضنا محل هذا الحل. طيب والسي ان وين بروح؟ ما هي موجودة ما عوضت محلها بس ضلت موجودة. اوكي؟ إذا هو عملية تعويض انه التي او ان على 2 عوض محل هذا الحل.
انا طبعا واضح انه من اني راح اقدر اضلني اكمل بعمليه التعويض هذا. فاحنا عاده في الريكشن يعني بنعوض اول مرتين بس بنعوض وبعدين بتتضح معنا الصوره. فبنروح نعمل الريكشن تري كالتالي، قلنا بالاخر راح تصير شكلها سي ان بعدين سي ان على 2 بتفرع كمان سي ان على 2 والسي ان على 2 راح تفرع ايش؟ ايوه سي ان على 4 سي ان على 4 وهي راح تفرع سي ان على 4 سي ان على 4 وراح اضلني مكمل لحد ما بالاخر اوصل للواحد. وانا باجي بحط البيس هلا في البيس تبعتي راح يكون في عندي عدد من المسائل. طبعا في الميرج سورت راح يكون عددهم ان وكل واحدة راني تايم تبعها طلعت كوز. هذا راح يكون سي 1 سي 1 سي 1 ان اوف سي 1 يعني هون ان من السي 1 زائد البيس. اذا هاي الشجره ظلت تتفرع لحد ما بالاخر وصلت للبيس. الان انا ببني الحل تبعي ببني على الشجره. ايش باجي احكي؟ انه شو اول شيء شو الهايت تبع التري؟ هاي تبع التري راح تكون لوج ال للاساس. ليش؟ لانه انا ضليت ازبط بالال، يعني هي عباره عن باينري تري. بتذكروا لما حكينا العلاقات تبعت الباينري تري اذا كان عندك يعني عشان طلع معنا خلينا نحطها هون هاي الباينري تري. لانه التري اللي عندنا هاي هي باينري اوكي. هون عندك ليفل 0 ليفل 1 وليفل 2 ماشي. هلا لو فرضنا انه ليفل 2 هلا هاي التري اللي قدامنا قديش الهايت تبعها؟ 2 اذا هون ليفل اتش يساوي 2 هاي الهايت تبعها 2. هلا رح يكون كم عدد النودز اللي فيها؟ او خلينا نسال الاسهل عدد الليفز كم عدد الليفز هون؟ اوكي نتذكر اللي كنا نحكي بالداتا ستراكشرز انه نودز ات ليفل اي يساوي اي ذا باور 2 يعني ات ليفل 0 يساوي 0 للقوة 2 اللي هو 1 ات ليفل 1 1 للقوة 2 ويساوي 2 للقوة سوري 2 للقوة اي. اذا ات ليفل 1 2 للقوة 1 اللي هي 2 وات ليفل 2 2 للقوة 2 اللي هي 4. طيب بس عند الهدف كيف؟ ات ليفل 0 2 للقوة 0 ات ليفل 0 يساوي 2 للقوة 0. طيب اذا من جنرال ال اللي هو عدد الليفز راح تكون 2 للقوة اتش مظبوط. عدد الليفز اللي هو النودز ات ليفل اتش راح يكون 2 للقوة اتش. هذا عدد الليفز او خلينا نكتبها نمبر اوف ليفز يساوي نمبر اوف نودز ات ليفل اتش ويساوي 2 للقوة اتش. هلا total number of nodes ايش بيساوي؟ اتش بلس 1 ايوه 2 اتش بلس 1 ماينس 1 هاي اذا كانت باينري 2
to the power h plus 1 minus 1. هاي هي الأربعة. طيب level h والتين للقوة h اللي هو عدد ال. طيب إذا الآن التري هاي هي عبارة عن التري، هي عبارة عن باينري تري، راح يطلع لك ماشي من level n إلى البيس ليفل، راح يكون عندك الهايت تبعها هو لوج عدد الليفز. كم عدد الليفز؟ هاي السؤال، كم عدد الليفز؟ كم عدد الليفز هون؟ انت صح، اللي هو الاخر عدد المسائل الصغيره اللي بتوصل له، بتضل لك تفرع 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 لحد ما توصل لان من المسائل. اذا هون الهايت هو نمبر اوف ليفز ال يساوي ان، والهايت من هاي المعادله هنا اذا كان ال يساوي 2 للقوه اتش، معناته اتش يساوي لوج ان للاساس. ماشي، ال ان وال اتش، ال اللي هو عدد الليفز، اتش اللي هو الهايت، يساوي لوج ان للاساس 2. طيب اذا هذا راح يكون عندنا ليفل 0 وهذا ليفل 1 وهذا ليفل اتش، واللي فوقيه راح يكون ليفل اتش ماينس 1. الان احنا لما نيجي نحسب الرننج تايم تبع التري هذا، راح نيجي نقول بدنا نحسب قديش العمليات اللي بدنا نحسبهم على كل ليفل من الليفلز. ماشي، يعني هون راح نقول انه راح ننفذ سي ان من العمليات. هون كم راح ننفذ على الليفل هذا؟ 2 سي ان على 2. بالضبط، 2 سي ان على 2 ويساوي برضه سي ان. خليني نوحي على 2 يساوي سي ان، وهي راح تكون 4 سي ان على 4 وتساوي سي ان. اذا هون اللي طلع معي، طلعت معنا الشغله اللي كنا مكتشفينها من الاصل، بس احنا قاعدين نوضح الريكيرجن في مثل انه الشغل اللي بنشتغله على كل ليفل من الليفلز راح يطلع هو نفسه. فحتى اطلع مجموع العمليات اللي بنفذهم مجرد اني بضرب السي ان هاي في الهايت، او طبعا هنا يعني راح اضرب عدد الليفلز من صفر الى اتش ماينس 1، يعني بطلع بالضبط اتش. اذا التوتال او خلينا نسميه الريكيرسيف كوست يساوي سي ان في اتش. اتش من وين اجت؟ من عند هنا من صفر الى اتش ماينس 1 ويساوي سي ان في لوج ان للاساس 2. اتش شو هي؟ لوج ان للاساس 2. هذا اللي انا حسبته، بس حسبت هدول ما حسبتش البيس، يعني انا هون بس حسبت هذا الحكي كل الانترنال، ما حسبتش البيس. عشان هيك هذا الريكيرسيف كوست مرات بنسميه الانترنال كوست. هلا بضل علي احسب البيس، البيس كوست. البيس كوست راح يساوي كم؟ مين تبع معي؟ ايش البيس كوست؟ ايش في الباور؟ ان في سي 1، يعني هو كل واحد سي 1 سي 1 عددهم ان. اذا هو راح يكون سي 1 في عدد الليفز ويساوي سي 1 في ان. اذا التوتال كوست يساوي سي ان لوج ان للاساس 2 زائد سي 1 ان ويساوي ثيتا اوف ايش؟ ان لوج ان. هل انت اول مره تشوف الريكيرجن تري؟ بجوز تكون يعني متوقع انه مش الكل يعني
فهمها بالكامل من اول مره. على المره الجايه يعني راح احل مثال راح يوضح الفكره بشكل اكبر، لانه مش راح يكون الحل واضح من البدايه. يعني هون احنا استخدمنا الريكيرشن في مثل، بس احنا كنا عارفين الحل من الاصل، الحل عارفين انه بالاخر راح يطلع n log n، لكن المره الجايه راح نحل مثال الحل مش راح يكون فيه واضح، فراح نشوف كيف راح نطبق الريكيرشن في مثل هاي على حل مثال ثاني. بس خليني اركز على نقطه انه دائما ترسم الـ3 هاي عن طريق التعويض، بعدين بتحسب الريكيرسيف كوست او الانترنال كوست، بالاخر بتحسب البيس كوست. هلا هون الانترنال كوست كنا محظوظين